أحد مواهب التمثيل معنا اليوم الصبية روز عكو. مرحبا، كيفكن؟ أنا اسمي روز، عمري 11 سنة، موهبتي التمثيل. أنا دائماً بمثل ستاند أب كوميدي، لهيك استعدوا مشان تضحكوا. هلأ أنا شاركت بسريايا مشان أدعم موهبتي للتمثيل، وبتمنى أنكم تصوتوا لي ويعجبكم تمثيلي. 5 4 3 2 1. بونجور، عسيرة البونجور رح أقدم لكم نصيحة صباحية. الحياة سكر مالح، ومثل كل صباح بعد تمارين الرياضية وشوية مطمطة بيجي باص المدرسة وبحمل الشنطة ويلا على المدرسة. طريق العين كانوا يقولوا لها ألف اسم الله ويسل العين يخليها الأمة. رحلتي بالباص أوقات بتكون جيدة وأوقات بتكون على طعمة زناخة. ليش؟ لأنه عندي رفيقين سبحان اللي خلقهم إيسونس زناخة. ووقتها كان فتت الانتخابات البرلمانية، يعني تبعية مجلس الشعب، وطبعا بهالفترة كان تمسيح الجوخ شغال بهالبلد. المهم أنه كان في مرشح من إخواننا الإرمن اسمه هامبي كواني الشمشريان. والمهم قام واحد من رفقاتي بده يتزارف، حاول يقرأ الاسم، أول حرف ثاني حرف ما بيلحق. كفينا بالباص، نرجع من مرمد دام لافتة تحمل اسم نفس المرشح هامبي كواني الشمشريان، وبيحاول يقرأ أول حرف ثاني حرف ما بيلحق. بنط رفيقي يقول شو هاد يا اسم أبي كله حرفين. تفاجأت وقررت أعرف شو اسم أبوه. طه ياسين، شو اسمه؟ بنط رفيقي بيقول شو اسم أبو كريز؟ لا، اسم أبي بخ. وبعجقة النكت اللي كانوا عم يضربوها الشباب وبعجقة السير وتفكيري باسم أبوه للشاب، فجأة بيطلع صوت قوي كتير والدنيا كلها بتصير دخان أسود. ايه صار تفجير. ايه بس الحمد لله نحن مناح، شعب سوري لمن مجراحك ومشي. ولما وصلت على المدرسة كنت عم فكر بالتفجير يلي صار. صحيح رحنا مناح، بس السكر صار كتير مالح. شهدائنا زادوا شهيد، والجرحى زادوا جريح، والأيتام زادوا يتيم، والأرامل زادوا أرملة. لك آه يا وطن شو سكرك صار مالح.